السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في درس جديد من دروس البايثون. هنعملها على ايديو بلوك بحيث إن احنا نتعلم البرمجة بسهولة. طيب أنا عايز أديله رقم ويبدأ يشوف الرقم ده موجب ولا سالب. طيب عايز أبدأ أديله الرقم، فهاجي هنا وأقول له input. طيب what is your number؟ طيب أيا كان الرقم اللي هيديهولي هو يعتبره تكست، فلازم إن أنا أحوله لانتجر، فاقول له حول لي ده الانتجر، احط دي جوه دي. طيب دلوقتي عند الرقم ده عايز احطه في متغير، فاقول له فاريبل واقول له كرييت فاريبل وهسميه نمبر. اوكي بقى عندي الرقم دوت كده. اللي حصل ايه؟ ان انا قلت له اعمل لي متغير اسمه نمبر وحط جواه الرقم اللي هيجي لك من دلوقتي. هو حتى كتبها لي نمبر، عمل متغير وقال لي انتجر، يعني حول لي الكلام ده لرقم. انبوت خد لي الرقم. طيب هروح بقى لقاعده اف، قاعده اف هتلاقي في لوجيك هنا، واقول له اف. طيب وعكسها بقى else if. تمام. طيب بعد كده عايز بقى بدل كلمه ترو ديت اقول له لو هي بتساوي كذا. تمام، يعني هقول له هنا احنا عملنا متغير سميناه اهوت، خلينا نحط ده كده، انا عايز احطه في اول قيمه اهو. طيب لو ده اصغر من الزيرو تمام يبقى كده هيبقى سالب، فانا عايز اقول له اطبع لي تكست اطبع لي الكلمة دي it is negative. It is negative. Negative. بالشكل دوت. طيب هاخد دي بقى كده كوبي واحطها كده، بس اقول له لو هي اكبر من او بتساوي الصفر، واقول له ايه اطبع لي ان ده بدل نيجاتيف بوزيتيف. طيب خلينا نقول له بقى ايه ران، وده كود. يعني لو انت عايز تتعلم البرمجه من امثله انت بتحط البلوكات وهتبدا يظهر معاك البلوك، هنا الاوتبوت بيظهر للناتج، وممكن اعمل كوبي وشاركها مع الناس اصدقاء. فهو بيسالني الرقم كام، فانا اقول له مثلا ماينس، قال لي نيجاتيف. تمام. طيب لو عملت تاني كتبت 6 هيقول لي ان ده بوزيتيف. تمام خلينا نقول له رن، وممكن نعملها في هيئة لوب. تمام، يعني اقول له ايه فور ايفر، ابدا خد السؤال واديني الاجابه وهكذا. طيب وعندي برضو في اللوجيك حاجه اسمها else، يعني لا هو سالب ولا موجب، بس ساعتها هخلي دي اكبر من. تمام، اكبر من، هلغي فكره اللي يساوي. اكبر من مثلا 5، فاول ما اقول له 5 هيقول لي اتس بوزيتيف. فانا كده قدرت ان انا اعمل انبوت، باخد رقم وحول، ولو هو كتب تكست بتحول لانتجر، وبعد كده النمبر لو هو اصغر من الصفر هيقول لي نيجاتيف، لو هو اكبر من الصفر هيقول لي ان هو بوزيتيف.